السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في قناة مركز خدمات المحمول. برحب بمستخدمين شبكة اتصالات في سلسلة فيديوهات اتصالات اللي بنقدم لك فيها شرح سريع وبسيط لكل أنظمة وخدمات شبكة اتصالات. في فيديو النهاردة هنتكلم عن برنامج مزيد من اتصالات، بس قبل ما نبدأ لو أنت أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية. برنامج مزيد هو عبارة عن برنامج للمكافآت بتقدمه شركة اتصالات تشجيعا وتقديرا لعملائها، وبيقدم البرنامج للعملاء عدد من النقاط كل ما استخدمت أحد الخدمات اللي بتوفرها الشركة كإجراء مكالمات أو من خلال التسوق على متجر اتصالات على الإنترنت. وكمان هتجمع نقاط كل ما تشتري من أحد شركاء اتصالات زي الإمارات للصرافة. من خلال النقاط دي هتقدر تستبدلها وتستمتع بهدايا مختلفة زي التسويق والترفيه وشحن الرصيد وخدمات تانية كتير. علشان تشترك في برنامج مزيد من اتصالات هتبعت رسالة على رقم 1015 وهتكتب فيها كلمة مزيد، وهتضغط إرسال، وهتوصلك رسالة بتأكد اشتراكك في خدمة مزيد من اتصالات. وبعد ما اشتركت في الخدمة وجمعت نقاط وعايز تستبدلها فده هيتم بطريقتين. الطريقة الأولى هي من خلال الموقع الرسمي لشركة اتصالات واستبدال النقاط من خلالها، أما الطريقة الثانية عن طريق الاتصال برقم 800. وبعد ما جمعت النقاط هتقدر تستبدلها بدقائق مجانية أو قسائم شراء من أحد الشركات المتعاونة مع اتصالات في الخدمة دي زي رايا شوب و H&M ومكتبة سمير وعلي وآي ماكس وستاربكس وكازيون وغيرها كتير. ده كان فيديو سريع النهاردة اتكلمنا فيه عن برنامج مزيد من اتصالات. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لنا لايك وتشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية. أشكرك على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.